jungle. هنتكلم النهاردة عن حوش الستين في ليبيا، والمكان ده من أكثر الأماكن غموضا وفي أحداث مرعبة حصلت فيه. بس ياريت تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة بتاعتي وما تنسوش المتابعة. ويلا عشان نبتدي حلقتنا النهاردة. سبب تسمية هذا الحوش باسم حوش الستين لأنه بيبعد عن طرابلس إلى جهة الجبل الغربي 60 كيلو. حكاية الحوش كما يقال هو حوش قديم كانت تسكن فيه عائلة من أيام الاستعمار الإيطالي، ويقال أن تلك العائلة قد تم قتل جميع أفرادها بالكامل وجلست جثثهم لفترة طويلة في المنزل دون أن يتم دفنهم. وكما يذكر بعض الأهالي أن تلك الجثث جلست قرابة 5 سنوات دون أن يتم دفنهم. وبعد أن دخل بعض أهالي المنطقة للمنزل وجدوا الجثث متحللة وأصبحت عظام، فقام الأهالي بدفنهم في وسط الحوش. وتقول الروايات أن معظم الأهالي أجمعوا أن المنزل مهجور منذ زمن طويل ولم يفكر أحد باستغلاله أو المكوث فيه، ولكن بحسب سكان الجبل وبعض أهل المنطقة ذكروا أن أي شخص يقوم بالمرور من جانب الحوش سيسمع صراخ ويرى أضواء تشتعل وتطفأ وخيالات تمر سريعا وتتحرك حول الحوش. ويقال أن هناك شركة جاءت لغرض استغلال المكان وتحويله إلى منطقة خدمية وترفيهية، ولكن انسحبت الشركة بعد تعرض بعض أفرادها لحوادث وظواهر غريبة وغير مفسرة وتم إيقاف وإلغاء المشروع. مرعب صحيح. ومن ضمن القصص التي يرويها سكان المنطقة أن هناك شبح عجوز يظهر في الليل، وإن توقفت أمام الحوش فأنت لست بأمان، وأن من يذهب إلى تلك المنطقة بسيارته فستنطفئ أضواء السيارة وسيرى شبح العجوز. كما قال بعض الناس أن رجلا ذهب إلى تلك المنطقة ليلا فظهر له أناس معلقون على المشانق. طبعا دي كانت حكاية حوش الستين. في طبعا قصة تانية، قصة غامضة برضو هنتكلم عليها. قصتنا التانية بتدور حوالين ضحايا كتاب شمس المعارف. بيقول صاحب القصة: أنا خالد عندي 25 سنة، أخذني الفضول لقراءة كتاب شمس المعارف. بحثت عنه في المكاتب ولم أجده، فبحثت في الإنترنت فظهرت لي بعض الصفحات وكانت بها تعويذات لتحضير الجن. على الرغم من الخوف أخذني الفضول لقراءتها. لم يحدث لي شيء أول أسبوع، سافرت بعدها لمدة 3 أسابيع ثم عدت لمنزلي. وعند النوم كنت أشعر بشيء يكتم أنفاسي، وتطور الأمر إلى وجود علامات زرقاء وخضراء على أنحاء متفرقة من جسمي. كنت أشعر أن نصفي نائم ونصفي الآخر مستيقظ، ودائما أرى 3 أشخاص يخرجون من دولاب الملابس وينظرون إلي ويضحكون. وفي أحد الأيام كنت جالس على كرسي في غرفة نوم، رأيت شخص بشع المنظر جدا ينظر إلي ويقول: أنت صاحي؟ ثم أغمى علي، ثم صحيت تاني وأنا في المستشفى وأصبحت مريضا. جسمي أصبح أكثر نحافة. فضلت في المستشفى حتى تعافيت بعض الشيء، وكنت أرى فتاة جميلة كانت تجلس بجانبي وأشعر بأنفاسها، وكانت تغازلني وتقول لي: أريد أن أتزوجك وأخذك معي. حكيت لأبي على كل هذا، وأخذني إلى أحد مشايخ الأزهر وحكيت له ما قرأت من هذا الكتاب، وقال لي أن قراءة طلسم واحد من هذا الكتاب يمكن أن يحضر الجن. طبعا القصة دي يا جماعة
قصة يعني غريبة، بس أرجو إن هي عجبتكم. يا ريت بقى ما تنسونيش وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة بتاعتي. شكرا، كان معاكم محمود مجدي. يا ريت تدخلوا على قناتي على اليوتيوب وتشتركوا في القناة بتاعتي، القناة اسمها محمود ستروبيتو. يا ريت بقى يا جماعة تشتركوا في الأكاونت بتاعي على التيك توك، هتلاقي الرابط بتاعه موجود أسفل الفيديو في صندوق الوصف.